وجه آخر من وجوه الأزمة الاقتصادية في لبنان، البطالة أزمة مستمرة زادت نسبها مع عدم توافر فرص عمل جديدة في الدول المجاورة وهبوط نسب الاستثمارات الأجنبية في لبنان. ويقدر وزير العمل سليم جريصاتي نسبة البطالة ب 26%، منها 66% من فئة الشباب بحسب دراسة لوزير الشباب والرياضة. بوضع من البطالة اللي بتنقسم لقسمين، البطالة الانتقائية يعني في أعمال ما بيقدموا عليها اللبنانيين طبعا، والبطالة الجبرية يعني شبان أو شابات أو حتى رجال في أعمار أكثر يعني تقدما ما عم بيلاقوا عمل. جريصاتي كشف أن وزارة العمل بدأت بمعالجة معضلة البطالة عبر إطلاق مشروع العمل الأول للشباب والمخصص له من قبل الدولة 10 مليار ليرة إضافة إلى 3 مليار من البنك الدولي. وفيما يتعلق باللبنانيين العاملين في الخليج، نفى جريصاتي أن يكون وضعهم مرتبط بسياسة الحكومة اللبنانية الحالية، معتبرا أنه إذا كان هناك إشكال ما فيكون بتعاطي هذه الدول مع ملف العمالة. لا، هون مطلوب من دول الخليج بالذات، من دول الخليج بالذات الامتناع كليا لما يربطنا بهذه الدول من وشائش عربية وقومية، عن استعمال ورقة العمالة اللبنانية في التعاطي مع لبنان تحت أي ذريعة كانت. هذا وتغيب عن لبنان منذ سنوات الإحصاءات المثبتة بأرقام ومؤشرات رسمية.